اخطاء فرضيه يعني دي كادو كما تنقول لهم، دي كادو اللي كانوا تعطوا في نويره راح ناديو فيهم دابا، لان ما يمكنش والاخطاء ما نقدرش نقولها للاعبين، لان انا ماشي من دوك المدرب اللي تيمسحوا الاخطاء في اللاعبين، فالخطا انا ترتكبه والهزيمه غادي نصلحوها ان شاء الله بانتصارات اخرى ان شاء الله في المستقبل.